صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز الاستعانة بالكفار إن هاجم قوم على بلاد المسلمين؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل تجوز الاستعانة بالكفار إن هجم قوم على بلاد المسلمين؟ الاستعانة بالكفار على الكفار لا بأس بها، أما الاستعانة بالكفار على المسلمين فلا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. لكن استعانة على كفار شيوعيين أو بعثيين أو ملاحدة لا بأس بذلك، إذا كان المسلمون بحاجة وليس عندهم قوة يقاومون بها هذا الملحد وهذا الشيوعي وهذا العلماني الكافر. نعم.